أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم حلقتنا راح تكون محاكمة للإسلام. على كل، قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة، أنا بس بدي أعرج على اليوتيوب، أرحب بكل أصدقائنا الموجودين في اليوتيوب. صراحة أنا الأسماء كثيرة جدا، يعني أنا إذا بدي أروح بكل الأسماء فبدي يصير مثل أهدي سلامي إلى أهلنا في الأرض المحتلة. أرحب بكل الأصدقاء وكل الضيوف الموجودين. بس أختي نسرين، إذا بتبعتي لي الأسئلة اللي عندي وقت على سكايب، أبو الحكم بعرف قال لك تبعتي اللي عنده، بس يا ريت تبعتي اليوم إلي حتى بعد وقت تصير وقت طرح الأسئلة أقدر أطرحها. أشكركم أصدقائي وآسف إذا ما بقدر أروح بكل الأسماء، يعني لأنه الأسماء كثيرة ولائحة طويلة بصراحة. ما شاء الله، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهذا البث المباشر لمحاكمة الإسلام ورموز الإسلام. طبعا ضيوفي، أحب أرحب بضيوفي ليث وأبو الحكم. طبعا أخونا ليث راح يكون القاضي وأخونا أبو الحكم راح يكون الممثل الإسلام وأنا راح أكون المدعي العام. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي. وأخوي ليث، أسلمك بما أنك القاضي، أسلمك دفة المركبة أو دفة القيادة، تفضل. شكرا لك جان. نرحب كمان بكل الضيوف وبكل المشاهدين، ونتمنى أنهم يستمتعوا معنا في هذه الكوميدية الغير ضاحكة، محاكمة الإسلام كدين وكعقيدة. صمت في القاعة، صمت في هذه المحكمة عن قضية دين منذ أكثر من 14 قرن في صحراء بدوية باسم نبي اسمه صلعن محمد. نترك المدعي العام يعطينا اتهاماته. تفضل أيها المدعي العام. أيها المدعي، ما في صوت، ما في صوت. آسف. طيب أنا تفضل. صوتك تمام. تفضل. شكرا. على كل، أنا بس قبل ما نبدأ بطرح الاتهامات للمتهم، أحب بس أسأله إذا كان عنده محامي يدافع عنه. نحن أيها الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ليش أنت همجي؟ يعني هو القاضي لازم يسألك. أنا أوجه سؤالي للقاضي، القاضي يوجه لك السؤال، فهذه همجية. هل تبدأ المحكمة بالإهانة؟ من فضلك يا شيخ، احترم هذه المحكمة. سؤال المدعي واضح، يقول لك أين محاميك؟ تفضل. أنا لا أحتاج محامي، أنا الإسلام كفيل أن يدافع عن نفسه. أنا وسوف أدافع عن الإسلام وعن الله وعن كل شيء. واضح واضح واضح، يعني تدافع عنه بالحمار الطائر، ليس لك أكثر من هذا. على كل، احترام أيها المدعي، احترام، تفضل. احترمنا. على كل، في اتجاه، يعني اتهم كثيرة راح نعرضها اليوم، وأنا أتمنى إذا كان قادر على الدفاع عن نفسه، يعني كما يدعي إنه ممكن يدافع عن نفسه، لكن أظني محتاج محامي قوي كمان وليس محامي حيالله. يعني على كل، في أول اتهام احتلال دول الغير بالقوة. الاتهام الثاني تشتيت العوائل الآمنة وفصلهم عن بعضهم وبيعهم كل على حدة العبودية. فرض مبدأ العبودية وجعلها قانون حياة. الاتهام الرابع انتقاص كرامة المرأة وحرمانها من كل حقوقها المشروعة التي تكفلها أي كل القوانين. خامسا طمس الحضارات الأخرى، وذلك بفرض الثقافة الإسلامية الصحراوية على جميع
على الجميع وغيرها من الاتهام وعنا الكثير يعني. على كل سأكتفي بهذه الاتهامات مبدئيا، وأوجه للقاضي الكلام. تفضل. شكرا. ننتقل إلى الشيخ. ما ردك بالاتهامات الموجهة ضد الإسلام الذي تمثله أنت كشيخ؟ تفضل. أرفض الاتهامات جميعها جملة وتفصيلا، والإسلام بريء من جميع هذه الاتهامات. يا شيخ، كيف الإسلام بريء ونحن شفنا غزوات الصحابة بتاعتكم؟ يعني هل ممكن أن تبرئ خالد بن الوليد من غزو بلاد الشام وبلاد العراق وذبحه لمئات الألاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. طبعا الغزوات اللي أنت تحكي عليها هي أوامر إلهية ليس لنا دخل فيها، ونحن نسميها فتح، أنتم تسمونها غزوات. جرائم تلقيها على الله. شو ما هذا الإله الذي تلقي عليه الجرائم؟ نحن الإله يأمرنا وننفذ ما يأمره بنا، وهذه من القواعد الأساسية في الدين الإسلامي الحنيف. الجريمة ليست جريمة، إنها فتح، ونفتح عقول البشر وننعمهم بنعمة الإسلام. شو هالنعمة هاي شيخ؟ شو هالنعمة هاي تستعبد الناس؟ هل هذه نعمة يعني تستعبد الناس وتسترق الناس وتخرب بيوت الناس، تخرب الحضارات؟ هل شو هالنعمة هاي؟ يعني أنتوا ما تعلمتوا من الصحراء شيء غير الهدم؟ هذه يا بني، يا عفوا سيادة المدعي العام، هذه كانت موجودة، هذه العادات والتقاليد في القبائل العربية جميعا، ولم نفعل شيء أكثر من هذا. ولكن الفرق بيننا وبينهم أن الله سبحانه وتعالى يؤيدنا بذلك، وما فيها شيء. يعني إذا نروح المدن هذه ونفتح عقولهم وننشر الإسلام وسماحة الإسلام وجمال الإسلام في هذه الدول الشقيقة. يا السلام، شقيقة، تروح تدبح لهم أولادهم وعلى أساس تفتح لهم عقولهم؟ أنت عم تفتح لهم نسوانهم، ما عم تفتح لهم عقولهم. لا 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 لا، هذا الكلام غير صحيح. احترام احترام سيد العام المدعي. نعم تفضل. ما سمعت الكلام سيادة القاضي. هو القاضي اجى بصفك وقال انا تمام. يعني انا اسال، اريد تفاصيل من الشيخ. الصوت غير مسموع، يطلب منك التفاصيل. اوكي، التفاصيل يعني احنا مثلا احنا ممكن اذكر لك التفاصيل سيادة القاضي، انه احنا لما نروح على اي دولة من الدول ندعوهم بالحسنى بالبداية، واذا لم يستجيبوا سوف نعرض عليهم شروط ثلاثة، وهي من الله سبحانه وتعالى وليس مني. ندعوهم إلى الإسلام بالحسنى، وإذا رفضوا سوف يعني إذا ما قبلوا الإسلام سوف نفرض عليهم الجزية، ولا ندخل مدنهم أو ندخلها بالسلم، ونفرض عليهم جزية. ولكن إذا رفضوا ذلك سوف نحاربهم، ويموت من يموت ويحيى من يحيى. فأمر الله واجب، ويجب إيصاله لكل مجموع الكرة الأرضية، شئتم أم أبيتم. يعني
يا شيخ انت هون عم تفرض حالك فرض، واظن عقوبة جرائمك هي يعني لا تقل عن الخازوق، سوف نخازقك على كل حال، يعني راح نحطك على الخازوق ان شئت انا وبيت. نحن لا نخاف منكم، انتم الارضيون كفرة، وسينصرنا الله عليكم عاجلا ام اجلا. هذا هو اسلامنا، شاء من شاء وابى من ابى. اسلامك ما يخاف من الخازوق؟ لا 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 نخاف، الله سبحانه وتعالى سوف يجلسنا أجمل جلسة ونخرج من هذا الخازوق الذي تقولون عليه. سوف حور العين. سوف تجلسون أجمل جلسة على الخازوق، طول بالك، جايينك على كل حال، جايينك يعني. طيب شيخي، بدي يعني أدخل معك بالمحور الآخر، وحقوق الديانات الأخرى. يعني اليوم أنتم بتدخلوا على أي دولة تفرضوا عليها قانون الصحراوي، هذا قانون الإسلام التافه، بتدخلوهم وتفرضوا عليهم كل شعاراتكم. كيف تدافع عن نفسك؟ أين حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان موجودة يا سيادة المدعي العام. الحقوق الإنسان يعني ما أكثرها عندنا، يعني مثلا الكنائس تدق، ما فيها أي مشاكل يعني، ولكن يعني بصوت ليس عالي ولا يزعج المسلمين، وفي أوقات محددة وليست مثل ما يقول على البراح يعني. ولكن إحنا نحاول بكل الطرق نهديهم إلى الإسلام، وإذا رفضوا سوف نعاملهم بالحسنى، ولكن نفرض عليهم الجزية يعني تكون بين 25 إلى 50% حسب الشخص اللي يشتغل يعني. السلام، كيف يعني 25 إلى 50%؟ يعني قاسموه قوته وشغله وتعبه للشخص؟ هذا هو ديننا يا أخي، يعني الله سبحانه وتعالى كويس اللي ما نأخذ منهم كل شيء ونشغلهم بالسخرة يعني. شو يعني 50%؟ نأخذ نصف الأرباح لكي نعمر الدول الإسلام الأخرى ونكمل فتوحاتنا. واضح التعمير، لا أرى إلا دينكم. يا ريت يا ريت الشيخ يعطينا تفاصيل، أنا أسمع أمور قريبة جدا من ما يسمى بالعبودية. إيه رأي دينكم في العبودية؟ يعني هذه قوانين قديمة موجودة كانت قبل الإسلام، ولكن الإسلام قننها. انظر إلى جمال الإسلام وسماعة الإسلام، قننها، جعلها قوانين. مثلا عندنا عتق رقبة مثلا، أو يعني نطلق عبد إذا أذنبنا ذنب معين، نطلق سراحه أو نصوم بدلها. يعني هذه من صفات الإسلام السمحة، أنه ولكننا لم نحرمها بالكلية، لأنها هي سياسة موجودة بكل العالم ونحن لم نبتدعها، ولكننا قننها. ومثلا إذا أحد يعني كان عنده عبد لازم يوكله يشربه، لا ضير إذا ضربه إذا أخطأ في شيء معين، يعني شو تريدون بعد؟ ياكل يشرب ينام، له مكان ينام، شو عاوزين يعني انتم؟ انا بس بدي افرج الناس كيف الى اي مدى والاسلام وضيع لهالدرجة. قننك عزرائيل يا شيخ، انت شيخ واحد، شيخ فلتان بكل الاحوال. على كل لا اخذوا من محكمتكم، خسيتم. الله يوفقكم. احترام في القاعة، احترام. شكرا للطرفين. اذا كان ممكن مر الاتهام اخر وسؤال اخر سيادة المدعي، تفضل. باي حق يا شيخ دينكم الفلتان هذا، دينكم الغير منضبط، دينكم الصحراوي هذا، يفرض اتاوى على الناس بما بيسموها جزية؟ يعني هي كالمافيا، يعني شغل المافيا، بتجوا بتسووا شغل مافيات
تفرضوه على الناس والله بسووها بسموها جزية، يعني على أي أساس أنتم، من أنتم يعني، من أنتم أصلا على أرض القذافي؟ نحن من أمرنا الله بذلك، ولا نفعل أي شيء بما لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى. فالإسلام خاتم الأديان ويجب أن ينتشر، وإلا بإمارة إيه يعني؟ بإمارة إيه يعني؟ يعني يا شيخ يا شيخ، يعني بإمارة إيه الله أمركم؟ هل نبيكم لما طلع الجحش لفوق نزل وبإيده الكتاب من عند الله ومتصور سيلفي مع الله، قال هذا هو الإله مثلا يعني؟ لا 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 لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء السابعة بهذه الإعجوبة، بهذا الإعجاز، صعد بالبراق إلى السماء السابعة، الله سبحانه وتعالى أرجوك يا رب يا شيخ تسمي الأشياء بمسمياتها، يعني براق مراق هذا تعيفه لك، قل لي جحشة بتطير، جحش الطائر. أعتقد تكلمنا في الحلقة الفائتة قبل أن تتهمني بهذا الاتهام البشع، تتهموني، تكلمت معك أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يفعل ما يريد ونحن له عابدون ومطيعون. يا شيخ يا شيخ لا تتهرب من الحديث يا شيخ، أنا أو طالبك أنه أنت تدعي أن هذه التعاليم من عند الله، أنا أقول لك هل محمد نبيك أخذ سيلفي مع الله وجا فرجانا صورة الله وفي صورة الجحش هذا طلع فيه وأكد لنا حتى نتأكد أنه من عند الله؟ السيلفي ما كانت موجودة في ذلك الزمان، وإذا كان يفعلها كان الناس يتهمونه بالسحر، فإذا كان فعله يتهمونه بالرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر، فكافي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جئت من الله فنحن نصدقه، ولحد الآن بعد 14 قرن ورغم هذا التطور نحن نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له معجزات، ومن معجزاته أنه طار إلى السماء، وفرض عليه الله سبحانه وتعالى، فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أمته الصلوات والجهاد الجهاد الجهاد، يعني الإرهاب الإرهاب الإرهاب. أنا يعني سيادة القاضي أنا أعترض، هو يثير الإرهاب في قاعة المحكمة الموقرة. نعم يا شيخ، أنت في محكمة محترمة فيها قوانين وفيها أمور تسيرها غير شريعتك والقوانين اللي تسموها القوانين الوضعية. نحن لا نعترف، أنتم جئتوني للمحكمة بالقوة وأنا لا أعترف بمحكمتكم هذه، فالإسلام هو اللي يسيطر على ستحاكم باسم هذه المحكمة شئت أم أبيت، شئت أم أبيت ستحكم بمحكمة بهذه المحكمة. سيد المدعي واصل في اتهاماتك. أين أصحابي لينقذوني منكم أيها الكفرة؟ أنا أبشرك يا شيخ بالخازوق يعني، ولا يهمك. على كل شيخ، هل في عندي تهمة يعني بصراحة تقشعر لها الأبدان؟ ما تقول نبيك اغتصب طفلة في عمر 6 سنين، براء الطفلة، فأخذ طفلة، ما تقول في هذا؟ يا شيخ يا محامي الشيطان تفضل. انا لست محامي الشيطان، انا محامي الاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزوج عائشة هو لم يريد ذلك، هو حلم ان الله سبحانه وتعالى زوجه، حتى لما رفض ابوها ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لما رفض قال له يا رسول الله انت اكبر منها، قال له شو رأيك إذا أنا حلمت إنه الله سبحانه وتعالى زوجني إياه؟ فيعني فتحت أساريره أبو بكر رضي الله عنه، ففرح إنه الله سبحانه وتعالى جاء في منام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له عائشة زوجتك في الدنيا وفي الآخرة، وتزوجها ما بها شيء. هو كان المرأة في الدول الحارة تبلغ بسرعة، تنضج بسرعة، فكانت يعني وما يعني في عمر 6 انظر إلى جماله،
لم ينام معها يعني، فقط فأخذها وقبلها إلى أن بلغت التاسعة واستطاعت أن تتحمل الوطأ، فوطأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى وليس بأمره. يوطأك عزرائيل إن شاء الله يا شيخ. على كل شيخي يعني أنت احترام احترام الداعي العام، في احترام، احنا في محاكمة محترمة. وين في احترام؟ هذا ما أخذني حاصل فاصل. انقذني يا سيادة القاضي من هذا الأفاق المدعي العام، ظالمني. حتى 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 ديانتك الهمجية والبدوية لها حق الاحترام، احترمه المدعي العام بفضل. يعني يعني يا سيادة القاضي، معقول نحترم إنسان شخص همجي جاينا من القرون الوسطى شايف؟ هذا هو، هذا هو الفرق بيننا وبينهم، هذا هو الفرق بيننا وبينهم. إذا حكمنا الجاهل بجهله صرنا جهالا مثله. على كل حال يعني الخازوق سيحكم بيننا، والخازوق سيحكم هذا ال... هذا ال... هذا الأفاق، هذا اللي جاي من العصور الوسطى. اضحك كما تشاء، اضحك كما تشاء يا شيخ، ولكن الخازوق في انتظارك. على كل حال، على كل حال طيب، ماذا تقول في 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 ذبح الناس على الشاشات يا شيخ؟ أنتم المسلمين ذبحتم الناس على الشاشات، هل الذبح حلال؟ ويكبرون طبعا ذبح حلال على الطريقة الإسلامية، يعني كل لازم يكون الله أكبر. طرفة جميلة. نعم فعلا، نحن قبل أن نذبحهم نقول بسم الله الله أكبر لكي لكي تكون على الطريقة الإسلامية. هذه مسحة، لا لا أقصد ذلك. انظر سيادة المدعي العام، نحن عندما نفعل هذا الشيء حتى نزعزع ونخوف قلوب الآخرين أنه شوفوا إحنا طريقتنا هو الذبح، هو الذبح، جئتكم بالذبح، قالها رسول الله بأبي أمي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للكافرين جئناكم الذبح. وقد إخواننا في الجمو المسلمين الذين تسمونهم داعش دولة الإسلامية يطبقون هذا الشيء، وقد زلزلناكم زلزالا. الله ما بتزلزلوا غير حالكم شيء تربية. على كل يعني شيخ، أنت يعني تقول أن الإسلام جاء بالذبح وجاء بالعنف وجاء بالإرهاب، هل هذا صحيح؟ لا هذا ليس إرهاب. وماذا تقول في الآية التي تقول إذا سميناها آية ولكن ليس هي آية إلا من الشيطان، الآية اللي بتقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبوا به عدو الله وعدوكم، هل هذا من كلام الشيطان أو من كلام الإسلام؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذه الآية الكريمة هو يعني يحث المسلمين أنه يعدون العدة الصحيحة، وإخواننا الإخوان المسلمين هم من ينفذون هذا الشيء بكل حذافيره. يجب أن نعد للأعداء لكي نرهبهم إذا لم يسمعوا لكلامنا. ماذا نفعل؟ هو أوامر الله سبحانه وتعالى ونحن ننفذه، نحن عباد من عبيدي. حتى تصور ممكن نقتل أبناءنا وأخوالنا وأعمامنا إذا اقتضى الأمر. انظر إلى جمال الإسلام، ينكر الذات ولا يعترف بالأب والأم والأخ، ويقاتل الجميع لو كانوا كفارا. إن دل على شيء يدل على حقارة الإسلام يعني ليس أكثر، وعلى إرهاب الإسلام وعلى وحش. أنا آسف سيادة المدعي، عندي سؤال. أنا سمعت أنه في الآية فيه كلمة ترهبون، هل هذا ليس إرهاب؟ إرهاب، لأنهم لا 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 يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاندون، فماذا نفعل معهم؟ نحن نحاول أن نذهب إليهم بالورود ولكنهم يرفضون، فيجب أن نربهم ونخوفهم بهذه الطريقة. وهل كانت عندك بالصحراء مزرعة ورود حتى تأخذ الورود، تأخذ لنا ورود سيدة شيخ؟ هاي مو مشكلة، نأخذها من دول اللي احتلينا اللي فتحناها، نأخذ منها الورود ونوزعها بداية، وإذا رفضوا نبعث رسول لكل مكان. شيخ عندي سؤال خاص شوي، كم كاس بول بعير تشرب اليوم؟
هذه من طبعا الدول بول البعير الذي لا تعترفون به، هو شافي بكل الامراض قالها رسول الله. سؤالي واضح يا شيخ، كم كأس من البول تشرب يوميا؟ على فخر اشرب 4 أو 5 كؤوس وانتشي. تشرب انا لا يخص المحكمة، انا اعترض سيادة القاضي. انت تشرب شخاخ يا شيخ، هذا سؤال خاص وليس احترام. احترام في القاعة، احترام في القاعة. صمت صمت من فضلكم. يعني يا سيادة القاضي، كل الدلائل واضحة انه هذا الارهابي شريب الاشخاخ، يعني واقرفنا بصراحة بمنظره هذا العشوائي اللي جاينا من القرون الوسطى. طلع على دوله شو عم مشطها كمان بكل لأنك اشتكيت مني في الحلقة السابقة، فأنا هذبتها وجملتها ولحية. نحن في محكمة وليس في صالون مودات، من فضلكم من فضلكم. نعود للاتهامات، الاتهامات خطيرة. احنا نتكلم على ديانة أثرت في ملايين ومليار، أكثر من مليار شخص. نتكلم في ديانة غيرت التاريخ ونحاكمها اليوم أمام أسف أجمعي. في سؤال ثاني بس أنا بفضل يعني أشوف مدى قوة قواه العقلية. كم كأس من البول شربت قبل ما تدخل قاعة المحكمة يا شيخ؟ هذا سؤال خارج المحكمة. هل يجب أن أجيب سيادة القاضي؟ عليك بالإجابة يا أخي، المحكمة هنا كل سؤال فيها يطرح فيه إجابة وبالتفاصيل. هذا ظلم، هذا ظلم يا إلهي يا إلهي. ادعو إلهكم لا تدعوه. يا إلهي إنه الوحيدة هي محكمة البشر. إني مظلوم فانتصر. إذا احتجت إلهك أأتي به في القاعة وممكن نسأله أسئلة. أجب أنت وينظر يرى كل شيء الله سبحانه وتعالى. لكن لا يتكلم كلمة. سوف أجيبك، سوف أجيبك. شربت قدحين. يعني هذا واضح. هذه واحدة. واضح من الإجابات. هات لا نشوف الله شراب بول البعير المنعش. كان لازم تاكل شوية مامونية جنبه. يعني على كل شيخنا، على كل شيخنا، يعني واضح واضح ال ال القذارة وكل شيء واضح في هيئتك ولحيتك. وعلى كل نحن خلينا نروح على اتهام آخر، هو اتهام انت متهم باحتقار المرأة. الإسلام متهم باحتقار المرأة وجعلها تبدو كالحمار والكلب والخنزير وكل شيء يحض من إنسانية الإنسان. ما تقول في هذا يا شيخ؟ اتهامك مردود سيادة المدعي العام، وسوف أجيبك بما نعرفه عن سماحة الإسلام بالنسبة للمرأة. المرأة ماخذة جميع حقوقها، يعني أنت ما تقدر تنقصها حقوقها. إحنا انطيناها أكثر حتى من الغرب، انطيناها حقوق. يا السلام، كيف يعني؟ أنت ممكن تفصل لي؟ أنا أشرح لك، أنا أشرح لك ليش تقطع الصلاة. أنت قصدك يعني مرور من بين يدي المصلي تقطع الصلاة كالحمار والكلب و صدقني يا شيخ، هي ما سألت بس مرور أمام المصلي هذا الفلتان الغبي هذا اللي عم بيصلي للوهم، ما سألت مرور أمام الصلاة. المسألة في الحياة الإنسانية صارت الناس تحتقر أمهاتها وخواتها وتجعلها من العبيد، يعني تعاملها معاملة العبيد على الأقل. نحن نطيع أمهاتنا طالما اتبعوا أوامر الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا تخلوا عنها لا نعترف بهم، والإسلام يسمح لنا أن نفعل بهم كل شيء. ولكن حقوقهم بصورة عامة الحقوق موجودة، يعني مثلا إذا عاوزة هدوم نجيب لها، مثلا عاوزة تأكل شغلة معينة تشرب شغلة معينة نجيب لها، يعني انظر إلى عدل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يمر لي على نساء 9 بغسل واحد، يعني لا يقصر معاهم كلهم. يعني شيخ انت كتير فرحان برسولك، يعني كتير فرحان برسولك ويمر بغسل واحد، يعني واحد عرصة راقد ورا النسوان، 9 بليلة واحدة راقد عم يمارس معهم جنس، يعني شو عم تفتخر فيها يعني برأيك؟
ولماذا لا افتخر بذلك؟ يعني الله سبحانه وتعالى اعطى هذه القوه، وانتم ضايجين من هذا الشيء لان ما عندكم هذه القوه. فالله سبحانه وتعالى هو اعطى هذه القوه، وهو قوه الف حصان يعني مثل ما يقول. يعني شيخ بدي اسالك، يعني اليوم هلا هذا نبيكم محمد بما انه عنده الف حصان، اذا حميت معه الحكايه وكنت انت وياه وزوجتك ماشي، وقال لك يا ابا الكثير يا بدي زوجتك انا، هل تعطي زوجتك؟ يا حبذا يا حبذا، وماذا في ذلك؟ يعني انا اكون لي فخر انه على الاقل تدخلني الجنه، يعني اعطي زوجتي على الرحب والسعه. شوفي يعني في السماء راح تكون لي، يعني هو راح يكون مشغول بحوريات اخريات، يعني وماذا في ذلك؟ لا ضير في ذلك، أتزوج غيرها. وتقولون عن غير المسلم ديوث، أنتم الديوثين. لا، هذا الأمر ينطبق فقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ إذا كنت أنت ومحمد لحالكم ومش الحال هو. لا، لا أسمح لك، أعترض سيادة القاضي، هذا غير جائز هذا الكلام. يا حبيبي محمد شخص مثل بشر، ما هو إلا بشر رسول، ومن حقنا أن نحاكمه أيضا في يوم في هذا المحكمة. إذا لم تقبل هذا الأمر فاشكو لإلهك وأطلب منه أن يأتي في هذا المحكمة. لا ترى ماذا يقول يا شيخي إذا العكس ممكن أعمله. عفوا، لا أقصد تريد أن تسب ماذا؟ داروين؟ دوكنز؟ دوكنز، داروين، كلكم كفرة، كلكم أولاد القنازير، أولاد الخنازير والقردة، كلكم أولاد خنازير وقردة. يا شيخ، نحن حيوانات، لكن سؤالي واضح، إذا كنت أنت ونبيك في الصحراء، أنا قلت لك زوجتك بتعطية، إذا كنت أنت ونبيك في الصحراء والزلمة وترت معه الحكاية وحمي عند الطلق، هل تعطي نفسك؟ لا، هذا الكلام غير جائز، ولا اسمح به هذا الشيء. ثم فضلكم انت يا شيخ، في الاخره ممكن واحد يمارس الجنس مع الولدان المخلدون، لكن في الارض ليس جائز هذا الشيء. يعني هل تعتقد انك ستكون من الولدان المخلدون للنبي؟ لا، يوجد ولدان مخلدون، انا عبرت الخمسين، فلا يمكن أن أكون من ولدان المخلدون. يعني ممكن آسف سيادة المدعي، أنا عندي تفصيل ممكن الشيخ يشرح لي. ما هي الفائدة؟ كيف الخمر يكون حلال في الجنة وحرام في الحياة، والولدان المخلدون يكونوا حلال في الجنة وحرام في الحياة؟ أنا نفس الفعل شرحت هذا الشيء سيادة القاضي في الحلقة السابقة، عندما استضافني قبل أن تحاكمونني ظلما، استضافني هذا الكافر، هذا الفاسق الذي يسمي نفسه المدعي العام، استضافني وسألني هذا السؤال، ولكنه بتفصيلين. أما بالنسبة للولدان المخلدون، أنا لم أقل إنه في التفسير الكريم، في التفسير ابن كثير العظيم موجود هذا الشيء، ولكنه يقول للخدمة، يعني الشباب شباب جمال، كأنهم الدر المكنون، لؤلؤ مكنون، يطوفون عليهم ولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون، يعني هؤلاء للخدمة يعني. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يستطع أن يوضح أكثر من ذلك. ليش الله لا يمكنه يعني ما غير قادر على التوضيح مثلا يعني شيخ؟ يعني يمكن يخجل أن يذكر ذلك علانية، ولكن مهما كان أو كان يا شيخ أعطيني بس فرصة أتكلم يا شيخ. يعني إلهك لم يستحي لما قال كواعب أترابا وصار يوصف أثداء النساء، هل سيخجل؟ هو لا يخجل بطبيعة الحال، لا حياء في الدين كما تقولون أنتم. لم أجد ذلك في التفاسير، ماذا أفعل؟ لم أجد ذلك في التفاسير،
ولكن يعني من واضح من الكلام انه ممكن يكون هذا الشيء التفسير احد التفاسير يعني يكونون للوناسة. انت تعرف العرب بعضهم يكره النساء ويحب الاولاد الصغار، فلا ضير اذا الله سبحانه وتعالى كافأهم في الاخره بهذا الشيء. والخمر، بالنسبه للخمر، الخمر حلال في الاخره لانه في الحياه الدنيا تذهب العقل ولا تستطيع ان تجاهد او تصلي او تصوم. هذا على اساس عندكم عقل يعني، هذا اذا كان عندكم عقل يعني يذهب العقل. اي لا لا لا، يعني هي يعني تحرمت على مراحل وفي الاخر تحرمت نهائي، ولكن في الاخره نستطيع ان نشربها، ولكن ليست كالخمر لا تسكر، انها لا تسكر يعني. شو بتعمل اذا ما بتسكر يعني الخمر مشان واحد يسكر؟ شو بدك تضحك علينا شيخي؟ يعني هو خمر لذيذ، لذه للشاربين، ولكنها لا تسكر، احنا نسميها خمر. انتم ماذا؟ ما اظن راح يشربكم بول بعير يعني، ليس اكثر. ما اظن خمر هو، انتم اصلا سكرانين ببول البعير يعني. هذا على عنادك، راح اشرب بول البعير مره اخرى. احترام احترام في القاعه. انا السؤال يبقى مطروح وانا حابب افهم. عفوا سياده القاضي، الريحه وصلت لهون، ريحه شخاف للاسف. احتراما له، احتراما له، خليه يشرب ما يريد، فهذا جسمه يفعل به ما يريد. لكن اذا ممكن الله فيك. بارك الله فيك. من فضلك لا تتكلم في اتجاهي، لا تتكلم في اتجاهي، الرائحة تأتي إلي، ولكنك محتاج إلى هداية. من فضلك لا تتكلم في اتجاهي، الرائحة رهيبة جدا، تكلم في الاتجاه الآخر وبدون أن نتكلم الاتجاه المشاكس. أنا فقط أريد أن أفهم، إذا بالنسبة لإبراهيم، إذا ممكن أن نقول أن إبراهيم النبي كان سكير، حلالا عليه أن يسكر. كل الأنبياء حلالا عليهم، انتظرنا حتى عمر يأتي ويقول أن الخمر حرام. لا لا لا، حرم ال آسف من طرف الإله، الآية تذكرها يعني بالآخر حرمت شرب الخمر. أما الأنبياء، لذلك الإسلام جاء لكي يطغى على كل شيء، وفي الآخر حرم الخمر، وفي الآخرة يوجد نساء وخمر وكل شيء جميل. نساء وخمر، وهل خمر الشيخ، هل خمر شيء جميل؟ يعني لو كان عندكم عقول كان على الأقل يعني تحججتم أنه الخمر يذهب العقول، ولكن للأسف أنا لا أرى عندكم أي عقول، فقط مجموعة حجارة تضعونها في جمجمة. على كل شيخ، أنتم تغارون من الإسلام، أنتم تغارون من الإسلام بأمارة إيه؟ عن غار منه من إيه يعني؟ شو على على الحضارة اللي سواها الإسلام مثلا غار منه؟ نحن راح ننتشر بكل الكرة الأرضية ونحكم كل الكرة الأرضية. تحكمون كل الكرة الأرضية؟ أنتوا احكموا حالكم أول شيء، احكموا حالكم بعدين احكموا كل الكرة الأرضية. ما الناس عم تلعب فيكم، صرتوا مهزلة تلعب فيكم الناس. على شو بدكم تحكموا يعني؟ هذا اتهام اخر ممكن اوجه لك اياه بال يعني صدق الاصرار والترصد في الارهاب. يا اخي، يا مدعي العام، يا مدعي نحن نقول انه انتم تسمونه ارهاب، نحن نسميه فتح باذن الله تعالى. لماذا لا تريد أن تفهم إنه فتح من الله، أوامر من الله نطبقها، ونحن مطيعون ولا نستطيع أن نتدخل في ذلك. لو قال لا تغزو كنا لا نغزو، ولكن الله تشاء يا شيخ، ولكن الخازوق ينتظرك حتى يفتحك، يعني يفتحك أنت والإسلام كاملا. على لا لا لا، أنت لست القاضي، القاضي هو من يقرر. على كلنا الشيخ، يعني أنا بدي أدخل معك في بصراحة بشيء. الإسلام متهم في تضييع أوقات الناس في حركات بهلوانية، وهي الحركات البهلوانية اللي بتعملوها 5 مرات باليوم تضيع مجهود الاقتصاد كاملا. يعني تصور العامل لازم يترك عمله 5 مرات بالنهار حتى يروح يؤدي أشياء بهلوانية لا طعم ولا معنى لها أصلا. يعني
حركات بهلوانية يسمونها الصلاة، ماذا تقول في ذلك؟ أولاً صلاة الفجر لم يبدأ الدوام، نصلي براحتنا. أما صلاة الظهر والعصر غصباً عن الدائرة وغصباً عن الشسمة لازم نطبق الأوامر الله سبحانه وتعالى ونصلي الظهر جماعة، الموظفين كلهم يجتمعون مع بعض ونصلي صلاة الجامعة جماعة، وكذلك نصلي النوافل بعدها، ولما تخلص الصلوات نبدأ في أعمالنا. أما صلاة المغرب فهي غالباً تكون في البيت، يكون الدوام انتهى، والعشاء كذلك تكون. ولكن حذاري، إذا جاءت صلاة الجماعة أو الجمعة ولم يحضر أحد سوف نكسر رجليه وإيديه، لأنه أوامر الله سبحانه وتعالى يجب أن تنفذ. يعني إذا واحد مثلاً مر من قدام الجامعة في صلاة جمعة يا ويلو، إذا واحنا نشرناكم فيديو حتى تستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى، رأيتم كيف كسرنا أحد الفساق، كسرنا رجليه ويديه لأنه لم يلتزم بالذهاب إلى صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فرض. كسر، آسف، كسر أطراف شخص من أجل الصلاة. نعم، ونشرنا ذلك الفيديو، ألم تروه؟ لكن ما حق الشخص في رفض هذه الصلاة؟ له حقوق، حق في الرفض وفي القبول. لا 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 لا، كل شيء ولا أوامر القاضي. هذا الشخص، هذا الشيخ، هذا عقلية من العصور الوسطى ولا يعرف القوانين الحالية. يعني هو ممثل الهمجية اللي تسمى بالإسلام. الإسلام ديننا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، وكل الأديان يجب أن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يجب على كل الأديان يتبعونا ويصبحوا مسلمين، وإلا السيف، وإلا السيف. اشهد يا قاضي، اشهد هذا الإرهابي. ليس مني. طبعا إلهك هو الله. هذا إرهاب واضح. لا لا لا، الله سبحانه وتعالى هو من يأمرنا ولست أنا من أقرر. على كل حال أظن الشباب العمال اللي يقومون على النجارة ينجرون لك الخازوق المحترم بعد انتهاء الجلسة يعني. طيب، ماذا تقول في الصيام تجويع الناس؟ أولا أنت بتقول إنه الصيام يخلي الناس الأغنياء يشعروا بالفقراء، هل إلهك عاجز إنه يخلي الناس الأغنياء يحسوا بالفقراء بدون ما يجوعوا حالهم بوسيلة أخرى؟ هذا أولا. ثانيا، هل إلهك عاجز إنه يطعم كل الناس بلا يعني هل هالتفاهات هي كلها يجوع الناس عشان يحسوا ببعضهم؟ وهل السؤال الثالث، وهل بالفعل صار 1400 سنة الناس تصوم وتجوع، هل حسوا بالفقراء؟ يعني انتهوا الفقراء ولا الفقراء يتزايدون وخاصة في الدول الإسلامية؟ طبعا هذه أسئلة من عدة شقوق وسوف أجاوبك عليها كلها. الله سبحانه وتعالى عمل لأسباب عديدة عمل الصيام. أولا، الأغنياء فعلا يجب أن يحسوا بالفقراء عندما يصومون ويجوعون فيحسون بالفقراء فيساعدونهم، وكذلك الشاب الحامي اللي ما يقدر يتزوج مثلا، الصوم له وجاء يحميه من ارتكاب المعاصي. يعني فالصيام تحميه من هذا الشيء، وكذلك الصوم مفروض على الجميع، والفقراء فعلا يحسوا بالأغنياء يحسوا بالفقراء ويساعدونهم، وماذا في ذلك يعني. لكن لم نرى ظاهرة الجوع ما انتهت، ظاهرة الفقر ما انتهت. على كل سيادة القاضي، في شاهد عنا راح يكون معنا، هو أدلى بشهادته كتابة، اسمه الشاهد عصام، عم بيقول أنا شاهد على
أن الإسلام على الإسلام أنه أتى ليتمم مكارم الأخلاق وتحريم الزنا وعدم هتك الأعراض وتحرير العبيد وتكريم المرأة. هذا شاهد لصالح هذا الخسيس أصدقه هذا الشيخ يعني. بارك الله فيك يا عصام، بارك الله فيك. أنا بعد إذن القاضي أنا يعني بطل. الأصدقاء الحابين يدلبوا شهاداتهم في صالح أو ضد المتهم هذا الشبه أزعر أتمنى يبعثوا لنا الشهادة. يا القاضي أنا أوهان. لا 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 أنا معي سيفي كنت أعرف هذا المحكمة. سيد المدعي العام تركني أنا أتكلم بهذه الأمور. يا ريت الناس اللي تكون في اللايف شات المشاركة معنا في القاعة تعطينا آرائها المباشر على الهواء حول المحاكمة قبل أن يصدر الحكم. وكما أتمنى سيادة القاضي أن تكون عادلا في إصدار حكمك وتخوزقه لهالمخزوق. إذا كان لكم كلمة ختامية في المواضيع في المحاكمة ككل ممكن نسمع الشيخ أولا حول الإسلام وحول كل المحاكمة هذه ثم نسمعك أنت المدعي العام قبل أن نذهب نقرر في القرار الأخير. تفضل. ألا تأتون بالشهود؟ يمكن في شهود لصالحي، هذا ظلم. أنا طالب بالشهود. أتيت شاهد لصالحك بصراحة، وفي عنا أظن راح يكون عنا شهود آخرين، بس أحاول أنه أشوف العلي عمدة يقول بسورة التكوين وإذا الوحوش حشرت هي الحيوانات تحشر المسكينة كمان، يعني حتى الحيوانات ما خلصت منكم. هاي شهادة من يعني من مثل ما بقولوا من ضدك يا شيخ. لا يعني الله سبحانه وتعالى في الآخرة حتى العنزة اللي ضاربة واحدة أخرى برفسة بكلة، فالله سبحانه وتعالى سوف ينصفها في الآخرة. والحيوانات مقامات أيضا ولهم عقول مثل البشر، يعني لماذا لا يحاسبون؟ يعني الحمار عنده عقل مثل عقلك يا شيخ. أنا هذا الحديث موجود، ماذا أفعل؟ يعني العنزة تأخذ حقها من الأخرى، الله سبحانه وتعالى يأخذ لها حقها. يعني أنت 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 تعترف أنه عقول الحمير كعقول المسلمين؟ لا 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 هذا ليس صحيحا، ولا اسمح لك يا مدعي العام. يا ريت كان سيفي معي، يا ريت. اقصد يعني هذا ارهاب، هذا ارهاب. ما قضية السيف؟ لا اقصد ذلك، ارجو من القاضي. لا اقصد ذلك. الحكمة السلاح وهي التي تطغى ان شاء الله. هي غريزتك الهمجية يا شيخ هي اللي تطغى. على كل في عم بيقول هل ممكن أن يأتي شخص بقوانين يريد الناس أن يطبقها وتلتزم بها وهو لا يطبقها، وهو يقصد نبيك محمد عندما أمر الناس بالزواج من أربعة وهو تزوج ما لز وطاب من النساء، يعني أقوال تقول وصلوا 70-80 وحدة، يعني ماذا تقول يا شيخ؟ هذه كانت يعني نساء يهدى إليه كماريا القبطية جت هدية، يعني ما يقبل الهدية، المثل يقول النبي قبل الهدية. وماذا في ذلك؟ يعني هدايا كانت. وهل الإنسان يهدى يا شيخ؟ هذه عبودية تعتبر. لا هذه هدية وليست عبودية. شو جت حلوة جاية؟ هدية وليست عبودية. يعني على كل حال هي هذا قلت لك هذه في الحروب، يعني نحن مسموح لنا يعني نشتري ونبيع العبيد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لنا يعني ومن قدرته لنا انه نشتري ونبيع في سوق النخاسة وماذا في ذلك يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم كان فحلا كان قويا، لذلك لما كانوا يأتوه ما يقصر، يعني يضربوا ما يهم. أنا ولذلك كان سؤالي يا شيخ إذا كنت يعني أنا أو يعني أرجع أكرر السؤال، يعني لو إذا كنت أنت ونبيك في صحراء قاحلة لا يوجد غيرك أنت وهو وزلمة شلنك معه،
لا أسمح لك بهذا الكلام، لا أسمح لك بهذا الكلام. احترام، احترام من فضلكم. ويستطيع أن يأخذ زوجتي ولكن لا يستطيع أن يأخذني. إذا حصل العكس لا ضير في ذلك. في سؤال من المشاهدين، كلمة الحق، سؤال للشيخ: سوف يقوم البوذيين بغزو بلادكم وسب نسائكم وقتل رجالكم واستعباد أطفالكم لأنكم رفضتم دين بوذا الأعظم وشريعته السمحة، ما رأيك أيها الشيخ؟ هذه عبادات أرضية وليست إلهية، فنحن عبادتنا إلهية من الله سبحانه وتعالى، والإسلام خاتم الأديان. أي بوذية أي بطيخ، شو بتحكي أنت سيادة القاضي؟ يعني هذولا قوانينهم أرضية ويدعون إلى المحبة وإلى التسامح، وإذا ضربك أخدك من أعطيه الأيسر، وهكذا دواليك من هذه القوانين مسيحية ولا اليهودية ولا الأرضية ولا البطيخية. إحنا الإسلام أهم شيء، هو الذي يقرر كل شيء وخاتم الأديان الإسلام. سيادة القاضي، أنا بعثت لك سؤال عبر الشات، تفضل. سؤال آخر، ممكن من الشيخ أن يشرح ما هي مكارم الأخلاق وكيف تحرم الزنا وتكرم المرأة؟ طبعا مكارم الأخلاق موجودة في الإسلام، وأثبت ذلك لك. لا تستطيع أن تزني ولكن تستطيع أن تكون لك الجواري، وهذه من مكارم الأخلاق، أنه لا تفعل زنا ويكون لك عدة جواري وتستطيع أن تقضي أوقات جميلة. عطرد سيادة القاضي، هذا إرهاب وهذا يعني بقمة الوقاحة أنه يكون عندك أمات وتستعبدهم من الحروب وتمارس معهم الزنا الجنس غصبا عنهم. هي تنبسط تقضي. اسمها العبودية الجنسية، اسمها العبودية الجنسية، وهي محرمة من كل المواثيق الدولية. هي مبسوطة، أنتم شو خصكم؟ هي اشتكت لكم؟ ليش يعني كيف يعني مبسوطة يا شيخ؟ أنت تغتصبها وتقول لي مبسوطة؟ شو مفكر حالك أنت روميو ولا مين انت؟ طلع على دانك المنشحة. داني جميل، والله سبحانه وتعالى سوف يكافئني على هذا الذقن في الآخرة، وأنا أنال الحسنوات الجمال وأنتم لا تنالون غير الذل والخسار. والله حتى طيزي ما تنالها يا شيخ. على كل لا 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 لا، لا أسمح لك، ابعد طيزك عني. على كل هذا الكلام، احترام في القاعة من فضلكم. يا سيادة القاضي، كونوا على مستوى النقاش، كونوا على مستوى المحاكمة. هذا أمر مهم فيه ملايين الأشخاص وأنتم تتكلموا كلام هذا. يا ألا من مناصر؟ ألا من مجيب؟ أين أنتم يا مسلمون؟ ادعموني. ادعوا إلهك، ادعوا إلهك الذي لا يجيب. المهم بالضبط، مدعي ممكن كلمة أخرى. يا رب أرسل من ينصفني، يا رب أرسل من ينصفني. يرسل طيرا أبابيل مثل مع أصحاب الكيل. يا شيخ ماذا تقول في أنه نبيك نط على مرت ابنه؟ تقصد زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من... هذا ليس زواجا، هذا دخل عليها، شاف الخيمة كانت مفتوحة، قامت معه الحكاية، قال له لربه تعال نزل لي آية. عشان عارف الله سبحانه وتعالى لا يرفض أي طلب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولما رأى أنه اشتهاها وقال سبحانه مقلب القلوب، فرأسا جاء بالآية بعد أن طلبت زينب ذلك بنفسها. في البداية رفضت وقالت لا أتزوجك إلا أن يأتي أمر من الله سبحانه وتعالى، فبأمر الله سبحانه وتعالى نزلت هذه الآية الكريمة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يعني زيد الله سبحانه وتعالى خلى كره زينب في قلبه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوجها، ما فيها شيء. وكذلك ليش قبل ما يتزوج زيد، ليش وين كان نبيك؟ ما كان موجود، كان هو بدر يعني، بس لكن نبيك لانه صار عريانه، لم يراها عاريه ولكنه عندما راى عاريه
حببها الله في قلبه ولكي يمنع التبني لأنه حالة غير إنسانية. سؤال واضح أيها الشيخ. وانظر آسف يا الشيخ آسف. سؤال واضح. كرم أخلاق زيد هو راح طلبها بنفسه طلب مرته. سؤال واضح لماذا لم يحرم إلهك أو نبيك أو ما تريد التبني بصفة مباشرة دون أن يطلب من محمد أن يتزوج أو ينكح زوجة ابنه؟ يمكن كانت الأخبار لا تصل لهم، ولكن بهذه الطريقة سوف يعرفون أن التبني حالة غير إنسانية ويفرضوا يمنعوا بهذه الطريقة. أدعوهم لآبائهم هو أقسط لهم. سيادة القاضي أنا بعثت لك على الشات سؤال آخر. شكرا. في سؤال يطلبون منا أن كلمنا يا أبا الحكم عن حق المرأة في الإرث، ما هو رأيك يا شيخ في الإرث؟ أليس هذا عدل؟ طبعا هذا عدل من الله سبحانه وتعالى، هي تأخذ نصف الورث لأنها لا تعمل والرجل يعمل فينفق عليها وهي كافي عليها نص الإرث. حتى بالمحكمة يعني هي ممكن بعض الأوقات تنسى أو تسو فتذكرها الأخرى، يعني فإذا نست تذكرها الأخرى، فشهادتها شهادة امرأتان مقابل رجل واحد، وهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى لها. الشيخ أنا بس بدي أدخل هون مداخلة صغيرة، يعني مثلا مارغريت تاتشر ورئيسة ألمانيا، هي أنا لا يخطر لي اسمها الله، أنثيين بقمة ميركل، يعني مارغريت تاتشر وميركل في قمة العطاء والعقل والسياسة. إذا صارت مسألة محاكمة، هل انت ودقنك المنشحه تساوي هل انثيين؟ يعني ماذا هي يجيها الحيض وتنسى وتبكي، ألم تراها مره ميركل هذه بكت لما سمعت قصص، يعني سيطر عليها حنانها ويعني الرجل هو مفكر اكثر من المراه مهما تكون هي. هذه الأنثى الوحيدة أصلاً، هي الأنثى هاي اللي عم تحكي عليها اللي حوت رجالكم اللي دبحوهم ببلادكم، دبحتوا بعضكم وهي اللي حمتكم، ماذا تقول في هذا يا شيخ؟ هي تريد فقط سمعة لنفسها، يعني لا فخر لها في ذلك. والرجال اللي مسمين حالهم رجال من أمثالك أنت اللي راحوا، هي امرأة اللي حمتهم من بغالكم. وإذا فعلت هذا هي قلبها يمكن معمر بالإيمان، يعني فلذلك يمكن مسلمة بالخفاء. أنت شو عرفك؟ مسلمة بالخفاء، غريب أمرك يا شيخ. ما فيه نواقض الإسلام؟ يعني الإسلام سينتشر شاء من شاء وأبى من أبى. أنا سيادة القاضي أكتفي بكل هالتهم اللي وجهتها، وأنا يعني أطلب من عدالتكم أنه تنزلوا في أقصى العقوبات وهي الإعدام بالخازوق. ما هو دفاعك يا شيخ؟ أنا أرفض جميع هذه الاتهامات. الإسلام دين ودولة، والإسلام انتشر بالسماحة والجمال، ولم نفعل شيء ضد الإنسانية لأن الله سبحانه وتعالى تصدر أوامر منه. فإذا تتهمنا بالهمجية والإرهاب فأنت تتهم الله سبحانه وتعالى مباشرة بذلك، لأنه هو من أصدرنا الأوامر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يطبق أوامر الله سبحانه وتعالى. وسوف نقاضيكم في الآخرة وتدخلون نار جهنم خالدين فيها إن شاء الله.
كل الإرهاب واضح يا سيادة القاضي، واضح تهديده لشخصك ولعدالتكم ولكل البشرية. أنا أنتظر عدالة المحكمة، أن تنصفني. الخازوق ينتظرك يا شيخ. أنت لا تقرر، القاضي هو الذي يقرر وقلبه مليء بالإيمان. من فضلكم يعطف علي و خلينا يا شيخ، خلينا نسمع قرار المحكمة يا شيخ. من فضلك، من فضلك، من فضلك. تقرر المحكمة بأن الإسلام ليس دينا وإنما إيديولوجية، وإنما إيديولوجية، إيديولوجية حربية قاتلة تمنع في دول الحضارة والنور. حكمت القضاء. وماذا عن الخازوق يا شيخ؟ أين يا قاضي؟ أين العدالة؟ الخازوق سيطبق على كل الشيوخ اللي كذبوا واللي عملوا بكل المجتمعات واللي أخذوا هذه الشعوب كملايين في تيهان وفي قتل وفي جريمة. منظر مخيف. لا نعرف في أنا غيرت منظر مخيف. يا أبا القليل، يا أبا الكثير، يا كل شيوخ الإسلام، حكم عليكم اليوم بالخازوق. لا لا مخزقاً. لا يا سيادة القاضي، أنا أطالب بالاستئناف. نحن يا سيادة يا شيخ، نحن قلنا لك ما في استئناف في هالمحكمة، وهي محكمة تبث المحكمة الأخيرة. أنت حضر حالك للخازوق سيدق في أسفارك حتى يطلع من كمك. لا 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 لا، سوف أسلح نفسي. يا ربي أنقذني من هؤلاء الكفرة، يا ربي أنقذني، أنقذ مؤخرتي من هؤلاء، يا ربي ساعدني. أين أنت يا ربي؟ يا رسول الله ساعدني. أين رسول أنت؟ الله هو رسول الله أول واحد يقول خازوق، الخازوق الكبير ولا رسول الله تبعك؟ أنا سوف ينقذوني إخواني في الدولة الإسلامية، سوف ينقذوني في آخر لحظة منكم أيها الكفرة، أيها الظلام. الله سبحانه وتعالى سوف ينتقم منكم في الآخرة. طيب على كل، خلونا ناخذ بعد امرك سياده القاضي، ناخذ شويه مداخلات من الاصدقاء. اذا تفضل انت تخبرهم بنفسك. نعم. افضل سياده القاضي. نعم 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 نعم، يا ريت يا ريت ناخذ منهم فكرهم حول كل الحلقه في حداتها وحول المحاكمه، والخازوق امامهم تكون لهم صوره معبره عن الحكم، صورة ظاهرة. لا عزيز جان، صورة واضحة للخازوق أم لا؟ واطيزة واطيزة. يا ريت. تفضل تفضل جان، ناخذ الأسئلة عن المشاهدين. تفضل. أتمنى من أصدقائنا اللي حابين يعملوا مداخلات معنا، أظن أخونا بالفريمان ستاس كفاح، يا ريت اذا تاخذ مداخله انا راح اتصل فيك اذا في. طبعا اخونا هذا ليس بصالحي، هذا ضد الاسلام، كيف تستضيفونه وانا اريد شاهد عدل؟ عندك ميوت ايها المدعي العام، عندك ميوت، عندك ميوت، عندك ميوت مدعي العام. اسف شيخ، وبتعرف بالميوت كمان، يعني انت طالع من 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 غبار الجاهليه وتعرف الميوت وتتكلم بلغه اين تسكنون سياده القاضي والمدعي العام؟ اين اين تسكنون لكي نقوم لكم معكم بالواجب؟ بالواجب بالواجب، صحيح صحيح بالواجب. الا تستقبلون اخوانكم المسلمين؟ لا 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 نستقبل الصعاليك بصراحة. سوف لا نغدر بكم، سوف لا نغدر بكم نهائيا نهائيا، وكل شعره بدانك تحت ينط 50 شيطان. نحن نحبكم في الله. انتم تحبون في الله، لا نريد الهكم، اكيد انا لا اريد الهكم. القاضي ارجوك احمي طيزي، احمي طيزي، احمي مؤخرتي. أتمنى من أصدقائنا اللي حابب يتدخل في مداخلة يتصل فينا على سكايب
ويبهدلنا هالشيخ هذا الفلتان هذا الشيخ اللي ما عنده غير اي روابط. انا بصراحه لانه طيب اين اخويا اللي اسمه ايش الاخويا المصري اللي كان دائما يبهدلكم في المناظرات اسمه ايش؟ هيثم اين انت يا هيثم؟ تعال ودافع عني يا اخي في الله، تعال وانقذني واخذ الخازوق مكاني. في الاخت سميره عم تقول حتى هيثم اليوم يوم الخازوق، حتى هيثم هذا بتاعك اكل الخازوق يعني، فما اظن يعني هيثم هذا راح ينقذك يا شيخ، حتى هيثمك اكل الخازوق. اين اخواني في الدوله الاسلاميه الا يدافعون عني؟ ادعي ربك الذي لا يستجيب يعني، بلكي يدافع عنك يطالع الخازوق هذا من طيزك يا عم الشيخ. سوف ينقذني في اخر لحظه، انا اتامل ذلك. انا لا اتامل ذلك يعني، ما اظن الخازوق اللي تدق في اسفلك سوف يخرج يعني، لا اعتقد. طيب اصدقائي خلينا ناخذ اتصال من طيب سناخذ اتصال يا شيخ من شخص هو اظن مسلم اسمه ابو غريب. اتمنى من ابو غريب يرجع. طيب اظن في مشكله بسكايب معي، في اصدقاء بصراحه كثير حاولوا الاتصال. طيب خلينا نشوف اذا ابو غريب هل انت معنا؟ يعطيك العافيه، يسلم وليك على هالحلقه. اهلا وسهلا ابو غريب، ما رايك بالخازوق الذي دق في اسفله للشيخ؟ لا بده مليون خازوق مش خازوق واحد. قال لي دي مسلم ويدافع عنك، خدعني هذا المدعي العام. والنبي تبعه كمان. قال يقول لك يا شيخ مليون خازوق، استحق مليون خازوق انت والنبي بتاعك. انت مو قلت جاي دافع عني؟ لازم من زمان يعني المحاكمه، هاي الخوازيق لازم من زمان، بس لانه الشعوب عندنا سكتت لهم ومعطيتهم عين، وفي مثل بحكي لك مين فرعنك يا فرعون، فبحكي لك فرعون انا فرعنت لانه ما لقيت حدا يردني، وهذا ينطبق عليهم كمان الكلام. صحيح يعني هم مفرعنين لانه ما حدا ضبطهم يعني، ما حدا اعطاهم خوازيق، فاحنا بنوعدهم انه يعني مش راح نسكت لهم بعد اليوم، خوازيق على كيفك. اخوي ابو غريب، انا اذا سالتك اذا رايت هذا الشيخ وهو الخازوق في اسفله وهو يتالم، هل ستتالم لالمه؟ طبعا هو بالنهايه اخوي بالانسانيه يعني، اكيد راح اتالم، لاي انسان بالعالم بتالم يعني، هذا شيء طبيعي يعني، احنا مش دواعش يعني، احنا مش زيهم، فهاي الفكره اللي بدنا نوصل لهم اياها، انه احنا هم اخوتنا بالانسانيه بالنهايه يعني. يعني هن مجرمين يعني، طلع على شكله وعلى وجهه، ما في ربي يسر يعني، طلع على شكله انت. هو بدك الصراحه شكله بقطع الرزق يعني، على قولة المثل عندنا. بالضبط يعني، طلع على دقنه في كل ورا كل شعره 50 شيطان يعني، ورا بهالدقن القذره هاي. بس شو بدنا نعمل اخ جان، احنا هيك فكرنا الانسان انه انسان يعني، هاي احنا ما بالنهايه انه اذا شفناه بتالم ومحتاج لمساعده اكيد راح نساعده يعني، بس انه يعني انه يكفوا شرهم عنا، بس انهم يبعدوا عنا يعني، انهم بس يعني انه فاهم علي كيف. اشكرك ابو غريب، اشكرك جزيل الشكر حبيبي اخ جان، شكرا للحلقه جدا رائعه حبيبي اخ جان، اشكرك جزيل الشكر. طبعا اخونا كفاح هو عم بيقول انه انا غير قادر على الكلام. طيب ولا يهمك استاذ كفاح، انا كنت اتمنى يعني استاذ كفاح يكون معنا بصراحه، لانه يعرف كيف ينجر الخازوق لامثال هذا الشيخ الخبيث هذا. على كل ما راي قاضي القضاة؟ اذا انا رايي كان في الخازوق بالنسبه للشيوخ وتحريم الاسلام كدين في المجتمعات المتحضره،
أما باقي المسلمين فبالنسبة لهم مخدوعون من طرف هذه الشيوخ ومن طرف هذه الإيديولوجية وهذه الديانة. الخزوق للشيوخ، الخزوق للشيوخ. شكرا لعدالتكم، وأنا بصراحة يعني أهنئ القاضي على هالعدالة القوية اللي دخلت الخازوق في طيز الإسلام طالعته. شيل الصورة عني. هذا حقك يا شيخ. أنت الله سبحانه وتعالى سوف ينقذني منكم. خلي الله تبعك يطالع الخازوق من طيزه أول شيء، بعدين طالع من طيازتكم. يا رب أنت تسمع. أقضي على هذا الكافر المدعى ليث. يا رب انصرني عليهم قبل أن أتخوزق. الخازوق دخل ولن يخرج يا شيخ. أول شيء دخل في طيب شيخي، يعني الله تبعك مو خازق حاله بحاله. يعني لما بقول الله عرشه على الماء وفي اسماك بتعمل حاجات مش طبيعيه تحته، يعني اي الله. انا لما التحي بملتي بحالي بمؤخرتي انسى الله. اذا ما انقذني شو اعمل فيه يعني؟ طيب يا شيخ، هل إذا كان دينك دين حق، أري معجزات الله هذا لنا الآن. يعني أنت أكلت الخازوق، ونبيك أكل الخازوق، وشيوخك أكلوا الخازوق، وربك بذات نفسه أكل الخازوق. يعني هل يوجد استئناف؟ ما في استئناف، نحن قلنا لك ما في استئناف. شو شغل مسخرة يعني؟ لا، هذا ظلم. نحن المسلمين لا نظلم أحد، ولكنكم تظلموننا. نحن لا نظلم أحد، وبشهادة القاضي أنا أشهد لقاضينا أنه عادل إلى أبعد الحدود. سيادة القاضي، أنا عندي سؤال لك إذا سمحت. يعني كيف بتشوف هلأ الإله الكبير أكل الخازوق، والمسكين صار له ساعة عم بدعي، ولا حياة لمن تنادي؟ يا أخي المشاهدين، أنا أتفاعل مع المشاهدين في كل المشاركات. يا ريت الشيخ يأخذ بالقرار كما هو ويقبل القرار كما هو، لأن المحكمة حكمت ولن يتغير حكمها. أستحلفكم بالله بحقوق الإنسان أن تعفوا عني. أنتم حقوق إنسان، فلماذا تظلمونني؟ أين حقوق الإنسان؟ أين الرحمة؟ أين الشفقة؟ وهل كان لديكم شفقة يا أبو يا ابن أي رحمة؟ أي رحمة؟ عن أي رحمة تتحدث وأنت شقيت من طرف نصين؟ أين كان شفقتك؟ ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، فلماذا تظلمون عبد من عباده؟ يا السلام، رحمة للعالمين وشق أخوة من أخوته. أنا من السلف الصالح، يعني لماذا لا تخافون الله؟ قضينا ألا تخاف الله؟ وهذا الظلم، لا يوجد أي واحد. لا، ما في إله في المحكمة. أنا أريد أشاهد معي، كن ما معي. ما في إله في المحكمة. أين أنت يا صديقتي نسرين؟ الحقيني، أين أنت يا صديقي؟ أنا بصراحة قالك شغلة صديقي. أين أنت يا معن؟ استنى. أين أنتم يا أصدقائي يا حرقان؟ شيخ صديقتك نسرين فرحانت لك بالخازوق، يعني هلا هي عم تزلغط. ليش؟ دق خازوقهم في أسفلك طلع من قحف رأسك. لا، ذولا أصدقائي بالكذب كانوا، يعني ما يعني كيف ما يساعدوني يعني؟ بصراحة أنا أتمنى يعني إنه أصدقائك يعني نبي جلدة الحنفية سوف أعترف به إذا أنقذني من هذا الموقف. أها، المسمى جورج عن إسلامك؟ المسمى جورج انقذني يا نبي الله، انقذني من هذا الموقف. يا
يعني تخليت خلاص عن الإسلام؟ نحن يجوز لنا الكذب والحيل، لا أقصد يعني إحنا بعض الأوقات نعترف بالحقيقة. على كل أنا أشكر يعني حضرة القاضي على النزاهة، وأشكر شيخنا على قبول الخازوق. هنيئا لك الخازوق يا شيخ. لا لن أقبل، لن أقبل. شو على بتاعة الإمام يعني؟ لك ولكل شيوخ الخازوق. في هاي الصورة عندي يا شيخ. حط صورة حط صورة النمر أحسن، وأرفع شيل عني هذه الصورة. أنا أترك لن تنسى ما وقعك، ستراه أمام عيني. يعني الصافي، ما أحد الأصدقاء يقول، محمد أحمد الديلمي يقول أي رحمة تتحدث عنها يا شيخ؟ الخازوق كثير عليك، قليل عليك، عفوا. عم بيقول أتمنى أن أعرف ما هو ذنب الأطفال. تلوني برصاصة يا شيخ اسمع. عم بيقول أتمنى أن أعرف ما هو ذنب الأطفال في غزوة الخندق حين يتم الكشف عن هي بغزوة بني قريظة أخوي محمد، حين يتم الكشف عن شعر عانتهم، وإذا أنبتوا يتم قتلهم، ولماذا؟ ويقول غزوة الخندق هذه ليست الغزوة التي حصلت في هذه المأثرة، كانت في غزوة بني قريظة كانت في غزوة بني قريظة. إذا طبعاً أنا لا أستطيع أن دافع عن نفسي، ماذا أقول؟ أنا أتكلم عن السابق، ليس لي دخل. أنا أتكلم فقط عن الإسلام، ماذا كان يفعل. أنا لا أؤيد ولا أرفض هذا الشيء، فقط أعرضه. بعد أن رأيت الخازوق يجب أن أنجي نفسي. كان كل واحد يكون فيهم بالغ يبين من شعراته، يعني من شعر العانة كان يبين. إذا كان بالغ كان يقتلوه باعتباره لم يهرب إلى الجماعة الإسلامية ويلتحق بهم ويحارب الأعداء، فلذلك قتلوا. والنساء أصبحوا جواري، يعني نستطيع أن نتكلم في هذا. أرجوكم اعفوني من هذه المحكمة. الشيخ انت اكلت الخازوق ومش الحال، يعني حدثنا عن الام الخازوق. لا لا لا، لم اذقه، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى ينقذني. اذا لم ينقذني فهو كلب من كلب. انا اتمنى اله كاد ينقذك، ولكن كما قلت هو كلب من كلب، ما اظن يعني يقدر ينقذك اله. لا لا، استغفر الله، بلكي ينقذني. استغفرك ربي، اخر لحظه يمكن راح تلحقني. شيخ، تعرف الخازوق منفعك؟ نعم، الخازوق راح ينفعك في المستقبل. انا اموت، شنو ينفعني؟ بايش ينفعني؟ في جنه الخلد يا ولدي، في جنه الخلد. انا قابل في جنه الارض. على كل، بس شيخ انا اوصيك بتقوى الله، يعني وتتقي الله. ود لما بعد ما خازوق يقول لي تقوى الله يا شيخ، انا اوصيك انه بالدنيا الاخره تالف كتاب عن الام الخازوق، يعني تبلش بالمقدمه كيف دخل الخازوق، اول ما بدخل راسه، بعدين لما بوصل للقحف يعني بتاعك، تحدث الملائكه والله ورسولي عن الام الخازوق هذا. الله سبحانه وتعالى سوف يكافئني، إذا لم يلحقني في الدنيا سوف يلحقني في الآخرة، وأنا خايف تطلع الآخرة بكلام فاضي، أنا من هذا خايف. والله يا شيخ واضح من إلهك المستجيب. طيب قلبك شك. أصبحت ملحدا تعفون عني؟ لنشوف القول. هو خير يا جان، يا هو خير الماكرين إلهك، معك حقا. أنت حتى أبو بكر الصديق طيب كان يخاف من إله، أنصح من الملحدين، ويقول لا أحمى من مركبي. يا سيادة القاضي، أصبح من الملحدين الناصحين الجمال، فاعفوا عني يعفي عنكم الله. يعني شوف الجمل، تصبح داعية إلحادي.
داعي الحادي احاول تصبح داعي الحادي. نعم بس طلعوني من هون وانا اعرف شو اعمل. نعم اوافق كل شيء على إذن تتبع الالحاد دينا. هل هو الالحاد دين؟ نعم. جيد، اصبحت ملحد جميل. وماذا يدعو دينكم والى ماذا يدعو دينكم؟ يدعو الى مخوزقة الشيوخ. انا سوف اثبت لكم انني اصبحت من الملحدين وسوف اتخلى عن كل شيء، سوف اتخلى عن كل شيء، لا اريد اي شيء. انا ملحد جميل. بس يا ريت حتحدثنا عن تجربة الخازوق يا ابو الحكم. لا 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 اريد المسلمين، انا اريد ان اصبح ملحدا. انقذوني ينقذكم الله، لا اقصد تنقذكم الطبيعة. سيادة القاضي، شو رأيك بإلحاده؟ هل نقبل إلحاده ولا شو؟ انا الإلحاد فقط ليذهب ويهرب من الخازوق كما دخل الإلود أجداده ليهربوا من الجزية. ضبط، يعني بدنا نصدقه وعنده حديث المعاريض يعني. ما ممكن فقلنا. يعني خلاص ما في عفو؟ يظهر الهيئة أقدر أن منك خطوات في الإلحاد. ماذا أفعل؟ اطلبوا مني وأنا أنفذ. عليك بسب أبي عمر وبكر وأبي بكر. لازم يعني بعد أنا على صفحتهم، أنا على أبوهم يا أبي خلفهم، وعلى نبي وعلى إله أشق عليهم فقد أنقذوا طيزي من الخازوق. ما راح ينفعوني عند الخازوق، ما راح ينفعوني. والله تقبلهم جميعا. طيزك هرمت يا أبو الحكم. أنا رجعت أبو الحكم. أبو الحكم جميل، أبو الحكم إنسان جميل. ماذا تقول في أبو جهل الآن يا أبو خوزق؟ خلاص انا ابو الحكم، انا ابو جهل، شو تسموني سموني، المهم انقذوني من هذه المحكمه. يعني بدي هاي ورده تغني لك اشتروني واشتروا خاطر عيوني ريحوني. شكرا لسيادة القاضي، شكرا ساعت افقكم. شيل الصوره بقى. شيل الصوره بقى يا قاضي، يعني خوفتنا سلمي يا خازوق. انت مو عفيت عنه. الله الخازوق. انا اشكر مشاهدينا. الله اكبر. ما اجمل الدنيا. طبعا اصدقائي، يعني نحن حبينا نسوي ايش حلقه مثل ما بقولوا نضحك فيها، بس نعرض فيها الجرائم اللي حدثت بسبب الاسلام، كل هالشيء هذا بطريقه كوميديه. وطبعا فكره اخونا ابو الحكم، وانا اتمنى تكون عجبتكم الفكره، وما بعرف اذا عنده اي كلمه يقولها اخوي ابو الحكم بهالموضوع. تفضل. طبعا اشكركم، اشتركتوا معي بهذه تمثيلية مثل ما يقول أخويا جان وأخويا ليث. يعني إحنا حبينا نوصل الأفكار، وأنا متأكد فعلا يعني إذا واحد شاف الموت قدام عينه راح يفكر ألف مرة بإلهه ورسوله، هل راح ينفعه ولا لا. فإذا الأنبياء ما أدروا إلههم ينفعوهم، والمسيح نادى قال أين أنت يا ربي، لماذا تركتني، وتركه فعلا لأنه كان يعتقد أنه سوف ينقذه في الأخير.
ولكن لا محمد ومحمد مات كالكلب، مات سموه يعني سمته عائشة في الآخر لما ما كان بده يموت يعني، فسموه بالآخر. وحتى لما كان عاوز يكتب شيء قال عمر بن الخطاب دعوه فهو يهجر، يعني حتى يعني جاي يخرف يعني خلص، هذا تخريف الموت، فما خلوه حتى يكتب يعني، شو بعرف نشوف شو كان بده يكتب يعني. فخلص لما خلص وضعه وانتهوا من الاستفادة اللي كانوا يشوفوه من وراه، تركوه مرمي، ويومين والثالث يلا يلا دفنوا، حتى انتفخت بطنه وأظافيره كلها صارت خضرة. وإجا علي ترك المكان اللي كانوا مجتمعين به ينتخبون خليفة المسلمين، وراح غسلوا ودفنوا، وحتى ما فكروا فيه لما مات إنه يروحون يدفنوه على الأقل يعني. فتشوف إنه كلهم تركوا عدا علي يعني ابن عمه هو الذي دفنه. يعني تشوفون كل نبي مثل ما يقول كانوا يقدسوه ويحبوه، لكن في آخر اللحظات لما توفى محمد ولا اهتموا فيه ولا الآلام اللي يمر بها قبل الموت، واهتموا فقط باختيار خليفة المسلمين. والأنبياء كلهم نفس الشيء يعني، مثل ما قال أخويا ليث كلهم يشربوا ويسكروا يزدموا عن النساء. يعني داود كان عنده 99 مرأة وكان عاوز الرقم 100 وما أعرف إيش، وما كان يشبع من النسوان. وسليمان نفس الشيء يعني، فكلهم كانوا بس يفكرون بنفسهم، وكلهم يدعون إنه الإله باعثهم حتى يوصلون الرسالة، ولكن هذا الإله هو في خيالهم فقط، هم اللي يخلقوه يعني، هم وغيرهم يعني. فأتمنى يعني الأخوان المشاهدين واللي معنا بالتكست شافوا حلقة استفادوا منها، على الرغم بعض الطرافة اللي فيها يعني، احنا عاوزين نوصل رسالة، نحاول بكل طريقة نوضح الخبث الإسلام والدعاء اللي كل شيء يفعله هو من الله، ولا يوجد إله، ولكن هو يضع القوانين ويسميها ويدعيها على إله. أنا قلت الكلام اليوم مع أحد الأصدقاء، قلت له حتى لو محمد إجا وقال أنا كنت نصاب ما راح يسألوا عليه ولا يهتموا إله، لأن هم عندهم أهم شيء مصالحهم تمشي. هذا العريفي مثلا مليارات ملايين عنده يعني، وهل تعتقد أنه يتخلى عن هذا الدين ويروح يصير ملحد حتى لو مآمن أنه ملحد؟ لا، عنده أهم شيء المادة، الشيوخ يركضون يتراكضون على نفسهم مو على مود الدين، وإلا كانوا نفعوا رسولهم وكانوا يهتم فيه قبل ما يموت يعني. هذا هو الإسلام حبينا نشوفه لجميع الناس يعني. أشكرك أبو الحكم. أخوي ليث، شو رأيك بفكرة الحلقة؟ فكرة جميلة عزيزي جان، أنا أتمنى أن المشاهدين يكونوا استمتعوا معنا في الحلقة ويكونوا أخذوا نقاط مهمة حول محاكمة الإسلام، حول جرائم هذا الدين وهذه العقيدة. أتمنى أن الناس يفهموا كمان أن الشيوخ دائما يكونوا في وضعيات دفاعية تبريرية لهذا الدين. إذن سيكون شيخ في يوم من الأيام يقول لك أن ميركل مؤمنة خفية، وفي يوم آخر يكفر ربع المجتمعات الإسلامية. عليك عزيزي المشاهد أن تكون فطن وتفطن من هو حولك حول الإسلام الحقيقي، حول نصوصه وحول وضعياته القاطعة، ولا يتبع الشيوخ والكلام المنمق والجميل في القنوات وفي المنابر اللي دائما هي دفاعية وتجميلية للإسلام، تعمل مكياج لهذا الدين في كل مرة يكون فيه إمكانية أن الناس تهرب من الجرائم وتاريخ هذا الدين. أتمنى أن الحلقة تكون أعجبت الكثيرين ويكون فيه متعة وتشهير ومشاركة معنا. أشكركم الكل. أشكرك أخوي ليث، وأنا بصراحة يعني حابب أوجه كلمة لأصدقائنا، كنا نتمنى أن احنا أن نكون ممثلين ونمثل فيلم أو مسرحية نقدية خلينا نقول للإسلام بشكل مهني بشكل، ولكن نحن بصراحة نحن لسنا ممثلين، لسنا فنانين، لسنا
يعني مبدعين في مجال الفن والتمثيل حتى نقدر نمثل نحن بأشياء ذاتية، يعني مجهودات ذاتية، عم نحاول نوصل فكرة أنه هالدين هذا هو اللي خرب بيوتنا، هو اللي دمرنا. أتمنى من أصدقائنا من أهالينا أنه يوعوا لهالمسألة هي، وأتمنى في المستقبل يكون في بالفعل كوادر فنية تقدر تقوم بهيك عملية نقدية كاملة للإسلام وتوصل للمشاهد الفكرة الأساسية اللي نحن رايدين نوصلها. وعلى فكرة يعني مسألة أنه محاكمة الإسلام، محاكمة محمد، صدقوني هي قادمة إن شاء وإن أبو، لأنه الفكر الفاشي، الفكر الإرهابي هذا مستحيل يعدي بدون محاكمة. يعني خصوصاً نحن داخلين في عصر العولمة، في عصر حقوق الإنسان، فالمحكمة قادمة، المحكمة الحقيقية سوف تأتي وسوف يحاكم الإسلام على كل الجرائم اللي يعملها. أصدقائي، ما بعرف أخوي ليث إذا في عندك كلمة أخيرة تحب تقولها في الحلقة هاي؟ إذا كان ممكن كلمة أخيرة، أنا أتمنى أن الناس يساندوك في القناة ويشيروا القناة، يكون فيه لأنه القناة دائما نحتاج، إحنا 2300 حاليا، يريد نلحق الأعداد الماضية. كمان أتمنى من كل من يمكن أن يعمل أن يقتني الديوان الرائع اللي عملته حبيبي جان. أنا أفكر لأنه صراحة أستمتع كثير بشارك وأقرأ شعر كل تقريبا كل يوم لسارة من كتابك. يريد نأخذ مقطع إذا سمحت لي أنه أقرأ مقطع من تفضل. أشكرك جزيلا. تفضل. أهواها وردة حمراء ترقص حولي، وردة بيضاء وأخرى شقراء، وردة من بين الورود يعشقها قلبي ويهواها. رائع حبيبي. أتمنى أن الناس تقتني الكتاب على الأمازون، همسات على ضفاف الحب من جان رو. شكرا. أشكرك أخوي. طبعا همسات على ضفاف الحب موجود بالدسكريبشن تحت الفيديو، وبأغلب الفيديوهات تحت الفيديو موجود بالدسكريبشن. اللي حابب يدعمني ماديا وحابب يهدي لصديقته أو صديقة تهدي لصديقة شيء عن عيد الحب، أظن يعني هي تكون هدية مناسبة في عيد الحب، يعني إلا إذا حابب يهدي بطاطا وكوسة. يعني أخونا أبو الحكم، كلمة أخيرة تحب تقولها في هالحلقة؟ أشكرك جان أنه قدرنا نقدم حلقة نشوف بها الإسلام الحقيقي، وأشكر أخويا ليث استجاب للدعوة وحبينا نوصل فكرة معينة. كما أدعو الجميع، يعني أتمنى ما يعني تدعمون أخونا جان، يعني الكتاب مثل ما قلت يعني هو رخيص $10 لا شيء، يعني سندويش تأكل فيه يعني. فإذا ممكن تدعموا بهذه الطريقة، لأنه الماسونية ما تساعدوا، إسرائيل ما يساعدوا، فلذلك ما عنده غير اليوتيوب والكتاب اللي مؤلفه. نتمنى انه تشترونا، ارجوكم انه تشترونا، لانه فعلا تقدمون مساعده حقيقيه له، لانه هو مثل ما يقول يعني موارده ليست ذيك الموارد، وكلام الفاضي اللي نسمعه انه يدفعونا وما اعرف ايش، كله كلام فاضي واحنا حايرين بنفسنا يعني مثل ما يقول. واتمنى تشاركون بقناتي، قناة فقيرة، اتمنى تشاركون بها أبا الحكم بن كثير، وتشتركون بقناة جان وتعملون لايك والشير. واشكر جميع الحضور واصدقائي وصديقاتي اللي بالتكس، واشكر نسرين خاصة ساعدتنا بالحلقة، شكرا جزيلا. أشكرك أبو الحكم، وأشكر كل أصدقاء اللي تابعونا. طبعا نتمنى بدعمكم نصل لمرحلة نفتح قناة إجهر كقناة فضائية، وهذا حلمنا وهذا رح نسعى له دائما. قناة إجهر الفضائية رح تكون في المستقبل، حتى لو كانت يعني حاليا هي أحلام، ولكن
الحلم يبدأ لما يكون الحالم واثق من حلمه، ونحن واثقين من حلمنا، واثقين من فكرنا، واثقين من نفسنا، رح نصل لهالمرحلة هاي. وطبعا محتاجين لدعم أصدقائنا، كل الأصدقاء بشير بلايك بدعم للقناة. طبعا ما أنسى دعم قناة للجهر بالحرب الاحتياطية وشركة التنوير شمال أفريقيا والشرق الأوسط شمال أفريقيا، كمان موجودين بالدسكريبشن تحت. أشكركم أصدقائي وأشوفكم غدا في حلقة جديدة، أراكم غدا. إلى اللقاء، إلى اللقاء، شكرا لكم، باي باي.